السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم لكم أحييكم وأقدم لكم درسا جديدا من دروس مادة اللغة العربية المقررة بالثانوية العامة بالسنة الثالثة بالقسم العلمي الدرس. وبعد ما أتممنا درس الحال وما يتعلق به ننتقل إلى درس جديد وهو التمييز. التمييز هو اسم النكرة يزيل إبهام ما قبله وهو من المنصوبات، والتمييز يلازمه شيء وهو المميز وهو الشيء الذي أزيل إبهامه. طبعا نلاحظ هنا في الأمثلة التمييز والمميز. في المثال الأول نأتي، قال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. هنا لفظة كوكبا وهي التمييز، وهي اللفظ النكر الذي أزال إبهام ما قبله، والشيء الذي أزيل إبهامه وهو المميز. ووعدنا موسى 30 ليلة، ليلة هنا وقع التمييز، اسم النكرة جاء منصوبا أزال إبهام ما قبله وهو المميز. وكذلك في المثال الثالث، ويجوز في التمييز إذا كان ملفوظا الجر، النصب فيه هو الأصل، ويجوز فيه الجر بمن أو الجر بالإضافة. وللتمييز للمميز أنواع، وهو المميز الملفوظ والمميز الملحوظ. الملفوظ هو نجده في 4 أنواع، وهي أسماء العدد وأسماء الوزن وأسماء الكيل وأسماء المساحة. أما التمييز النوع الثاني من المميز وهو الملحوظ، وهو الذي يلحظ من سياق الكلام ولا يلفظ به، ويكون محولا إما عن فاعل أو عن مفعول به أو مبتدأ. عندما يكون المميز ملفوظا يجوز في التمييز النصب، وهذا الأصل فيه، ويجوز جره بمن أو جره بالإضافة. هذا إذا كان من أسماء الوزن أو أسماء الكيل أو أسماء المساحة. أما إذا كان ملحوظا فيجب فيه النصب كما هو في الأمثلة السابقة. النوع الثاني من المميز وهو الملحوظ، وهو الذي يلحظ من سياق الكلام ومن غير أن يلفظ به، ويكون محولا إما عن فاعلا أم عن مفعول به أم عن مبتدأ. عندما يكون المميز ملفوظا يجوز فيه النصب، وهذا الأصل فيه، ويجوز كذلك جره بمن أو جره بالإضافة. هذا إذا كان من أسماء الوزن أو أسماء الكيل أو أسماء المساحة. أما إذا كان ملحوظا فيجب نصبه كما هو في الأمثلة السابقة. نأتي لإعراب الأمثلة. المجموعة الأولى يكون فيها المميز ملفوظا، والمجموعة الثانية يكون فيها المميز ملحوظا. المثال الأول، قال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. الإعراب إن أداة توكيد ونصب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، مشبه بالفعل. والياء هذه ضمير بارز متصل في محل نصب. إن رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع اللي هو تاء الفاعل، وتاء الفاعل ده ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل للفعل رأى. 11 هذه تبنى على فتح الجزئين، وهي مفعول به للفعل رأى. كوكبا تمييز منصوب، والجملة من الفعل والفاعل هنا في محل رفع خبر إن. المثال الثاني، ووعدنا موسى 30 ليلة. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حسب ما قبله. وعدنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع اللي هو الناد دالة على الفاعلين، والضمير طبعا هنا الضمير البارز المتصل، هنا ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل وعد. موسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. 30 مفعول به تاني للفعل وعد منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ليلة تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثالث، اشتريت جراما ذهبا. اشترى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جراما مفعول به منصوب، وذهبا تمييز منصوب كذلك.
المثال الرابع بعتوا صاع قمح، باع بعتوا طبعا لصل باع والتاء ضمير، باع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع هو تاء الفاعل، ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، صاع مفعول به منصوب وقمح مفعول به منصوب ومضاف وقمح مضاف إليه. اختلف التمييز في الأمثلة، يعني جاء التمييز منصوبا وجاء مضافا مضاف إليه مجرور بالإضافة، وجاء مجرور بمن في الأمثلة الأولى وهي التي يكون فيها المميز ملفوظا. المثال الخامس جنينا هكتارا من زيتون، جنى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع اللي هو الناد دالة على الفاعلين، والضمير البارز المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هكتارا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيتون اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو التمييز هنا يعني وقع التمييز هنا مجرور بمن وهنا وقع مضاف إليه، وفي الأمثلة الأولى وقع منصوبا والأصل فيه النصب. عفوا، الأمثلة الأخرى التي يكون فيها التمييز ملحوظا وهو الذي يلحظ من الكلام، قال الله تعالى: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، ربي منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة ومضاف والياء المحذوفة في محل جر مضاف إليه، إني إن أداة توكيد ونصب حرف مشبه بالفعل، والياء ضمير بارز متصل بإن في محل نصب اسم إن، وهن فعل ماضي مبني على الفتح، العظم فاعل للفعل وهن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن، من حرف جر والياء في محل جر بالإضافة، الواو حرف عطف مبني على الفتح، اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح، الرأس فاعل للفعل اشتعل شيبا تمييز، وهذا التمييز طبعا محولا عن فاعل وهو التمييز الملحوظ. المثال الثاني من المجموعة الثانية: وفجرنا الأرض عيونا، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حسب ما قبله، فجرنا طبعا فجر الفعل والناد دالة على الفاعلين طبعا اللي هي الضمير البارز المتصل، فجر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، والناد دالة على الفاعلين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عيونا وهو التمييز منصوب والعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المثال الثالث: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا ضمير بارز منفصل في محل رفع مبتدأ، أكثر خبر المبتدأ مرفوع، منك من حرف جر والكاف في محل جر بحرف الجر، مالا تمييز منصوب، وأعز نفر الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أعز معطوفة على أكثر، نفر تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نأتي للإعراب مرة أخرى. المثال الأول: قال الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، إني إن أداة توكيد ونصب حرف مبني والياء في محل نصب في محل نصب إن، في محل نصب اسم إن، رأيت رأى فعل ماضي مبني على مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وضمير الرفع في محل رفع فاعل وهي تاء الفاعل، 11 منصوب مبنية على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، كوكبا تمييز منصوب، والجملة هنا من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. المثال الثاني: ووعدنا موسى 30 ليلة، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حسب ما قبله، ووعدنا
فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وضمير الرفع هو الناء الدالة على الفاعلين، ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، طبعا مفعول به أول، وثلاثين مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وليلة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثالث، اشتريت جراما ذهبا، اشترى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وضمير الرفع الفاعل، ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جراما مفعول به منصوب، وذهبا تمييز منصوب. مثال الرابع، بعت صاع قمح، باع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، وضمير الرفع ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. صاع مفعول به للفعل باع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة ومضاف، وقمح مضاف إليه وهو التمييز. المثال الخامس، جنينا هكتارا من زيتون، جنى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهكتارا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيتون اسم مجرور بحرف الجر وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهنا هو التمييز، وقع التمييز في منصوبا ووقع مجرورا بالإضافة، ووقع كذلك مجرورا بحرف الجر، وهذا عندما يكون فيه المميز ملفوظا. وهنا في الأمثلة الثلاثة هذه يكون فيها المميز ملحوظا. المثال الأول في المجموعة الثانية، قال الله تعالى، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال فعل ماضي مبني على الفتح، ربي منادى منصوب وعلامة نصبه الضمة وعلامة نصبه الفتحة المقدرة ومضاف، والياء المحذوفة في محل جر مضاف إليه. إني إن أداة توكيد ونصب حرف مبني، والياء هنا ضمير بارز في محل نصب اسم إن. وهنا فعل ماضي مبني على الفتح، العظم فاعل للفعل وهنا مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. مني من حرف جر، والياء في محل جر اسم مجرور بحرف الجر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح، الرأس فاعل للفعل اشتعل شيبا تمييز منصوب. المثال الثاني، وفجرنا الأرض عيونا، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب حسب ما قبل، وفجرنا فجر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع، وضمير رفع ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، عيونا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المثال الثالث، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدا، أكثر خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، منك من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف في محل جر بحرف الجر. مالا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأعز نفر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أعز معطوفة على أكثر مرفوعة طبعا ومرفوعة بالتبعية لي أكثر. نفر تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.